بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام ومستمعين الأفاضل، التواصل يستمر من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، ومع هذا السباق التمهيدي الثاني الذي خصص للمفاريد من مسافة 1500 متر. مشاهدين الكرام، شوطنا 13 ينطلق بحفظ الله تعالى ورعايته. نبدأ وإياكم مع الصدارة والبداية والمقدمة، ومع المركز الأول نرى ونشاهد بشاير لناصر بن سالم بن حمد بالهولي النعيمي. المركز الثاني يصل شعار رجل المواسم مع الظبي لجار الله من جابر بن حمد بن حسين البريدي، يقدم لنا الظبي مع المركز الثاني. المركز الثالث يصل تصل تقدير لبخيت بن راشد بن مقبل الفهيدي الهاجري. المركز الرابع نعم تصل وتتقدم هيبة لسالم بن محمد بن علي الحديد. المركز الخامس نرى ونشاهد ونراقب مشاهدين الأفاضل الدخول والقدوم والتسلل كذلك من انطلاقة لمحة للشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. نعود إلى شعار بالهولي مع الصدارة والمقدمة والبداية الأولى. يسلم يا بشاير لناصر بن سالم بن حمد بالهولي النعيمي، يواصل رجل المواسم. يسلم الظبي، الظبي واصله مع المركز الثاني. يسلم يا سلام بالهولي مع الصدارة، والبريدي يواصل مع المركز الثاني. رجل المواسم شعار قناد مع المركز الثاني. يا السلام يلا يا الغريب يلا روح والقلب داعيلك. يا السلام يا سلام تغير مجريات الامور. الظبي 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 مع الصدارة والمقدمة وتغير مجريات الامور. ما شاء الله تبارك الرحمن واسعد الله صباحك يا سلمان البريدي، وتسلم يمينك على هذا المساير الطيب، والتهنية موصولة للغريب البريدي. المركز الثاني الوصول من بشاير لناصر بن سالم بن حمد بالهولي النعيمي. المركز الثالث لمحة للشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. المركز الرابع هيبة لسالم بن محمد بن علي آل حديد البري. المركز الخامس احتياط لمحمد بن علي بن سعيد البريصي المري. شاهدنا وإياكم لحظات وصول الظبي إلى خط النهاية لجر الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي، قاطعة المسافة في دقيقتين 11 ثانية 80 جزءا من الثانية. نعم أفضل توقيت، في هذا الصباح يتحطم التوقيت تحت أقدام الظبي لجر الله بن جابر بن حمد بن حسين البريدي. هنيالك على هذا الفوز المميز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني وصلت بشاير لناصر بن سالم بن حمد بالهولي النعيمي، قاطعت المسافه في دقيقتين 13 ثانيه 75 جزءا من الثانيه. المركز الثالث وصلت فيه لمحه لسعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، قاطعت المسافه في دقيقتين 16 ثانيه 27 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.